شكرا جزيلا لك زميلي الأخضر بريش، والشكر موصول لكل ضيوفك الأعزاء الكرام وكذلك لكل المشاهدين معنا في نهائي كأس أمم إفريقيا لكرة القدم 32 بين السنغال والجزائر على أرض العاصمة المصرية القاهرة في حضور جماهيري جزائري غفير يقدر بين 15 و20 ألف مناصر مقابل حوالي 1000 مناصر في الجهة المقابلة من عشاق السنغال والألاف من المصريين المتعاطفين والألاف من المصريين المشجعين للجزائريين والملايين من القلوب والعقول المعلقة هنا في مصر، هنالك في الجزائر، هنالك في غزة وفي الأراضي الفلسطينية وفي كل بقاع الدنيا في المنطقة العربية وشمال إفريقيا وفي كل العالم الذي سيشهد بعد لحظات نهائي لم يكن متوقعا كما قلنا وكما سنكرره في كل مرة بين الجزائر والسنغال. السنغال لثاني مرة في النهائي والجزائر لثالث مرة، سبق وأن لعبت نهائي سنة 80 أمام نيجيريا هنالك في ليغوس ولعبت منذ 29 عاما هنالك في الجزائر العاصمة أمام نيجيريا عندما فزنا عليهم وتأرنا، ثم جاء الموعد هنا في المرة الثالثة بكيفية أولا بلحظة لجمال بالماضي بعدما شاهد البداية هذه وأول توجيه مباراة أولى ينفذ التماس البحث عن الدياي، دخل كرة خطيرة دياي يولولو بغداد راه بغداد رياض من هنالك رياض يا بغداد وقول قول إلياي 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 قول 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 إلياي يا بغداد إلياي قول بغداد بنجاح يفعله قول يا لا من بداية ويا له من سيناريو جاءت من السماء الكرة من عند الله الكرة ساقطة وحطت في الجول يا سلام على بغداد تريد أن تقطع أنفاسنا منذ البداية بغداد هايلة من إسماعيل وراح بغداد رياض وحده يا بغداد قال لي لا اضربها وحطها في الجول إليا 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 دفاعية حذاري من ساديو هايلة يوسف هايلة يوسف يلعب على سفيان راح رياض يا سفيان جمال يوسف كرة بعيدة وبالراس وبابا خطيرة ورياض بروحك أيضا كرة بعيدة بالعمري في التغطية خلى الكرة راحت مباشرة ماذا يقول يرجع لعدلان عدلان يرفعها بعيدة ليوسف بليلي على جهة اليسرى يوسف وقصمة 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 ومونيانغ والتغطية من رامي بن سبعيني مع الرئيس رئيس رئيس وتروح لبن ناصر حذاري يا زفان وفي خطأ من سفيان حذري يا جمال حذري كرة بالراس التغطية بغداد راح فيه راح يوسف بليلي الخروج الحارس قميص بليلي قميص ويخرج مندي يطلبها رياض وراح من هنالك يوسف بليلي رياض الكرة الآن إسماعيل مر يا بغداد وخطأ من بغداد في القائمة الأول غطي مليح يا زفان في القائمة الأول تلعب بعيدة سلامات بعيد الكرة هذه سلامات راحت مباشرة ضربة مرمى يقول حكم المباراة لصالح المنتخب الجزائري المتفوق بهدف مقابل سبع أماكننا وكأننا نسينا الهدف كرة بالراس حذري من ساديو عيسر يوسف مازال يوسف عند الكرة يطلبها رياض يطلبها رياض يوسف ورياض والدفاع رامي رامي أولولو استلمها ساديو ساديو والدفاع رياض محرز مازال عنده الكرة يوسف بليلي بعيد جدا وصعب الحديث عن مستوى فني عالي هنا خطا يقول حكم المباراة مرة ثانية صعب يخرج رايس عليكم الآن بالدفاع على هذه الكرة أولولو في القائم الثاني من هنالك الكرة تروح مباشرة للتماس لصالح السنغاليين ندفع وندفع امسك ونمسك شوف رامي بن سبعيني طبعا نهائية للكان مع هدف المصري محمود دياب يا زفان الكرة البعيدة خليها 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 راحت راحت مباشرة ساديو ماني يفعلها ساديو ماني يفعلها ساديو ماني راح ومعه بن ناصر ساديو ماني وبن ناصر وفي خطأ فار موجودة الكرة في المخالفة حذرية رئيس عرفتها يا رئيس عرفتها يا رئيس بأنه سيسددها مباشرة في اتجاهك التغطية الجيدة للكرة من رئيس وهاب مبولحي هذا هو السيناريو اللي متوقع على كل حال صعوبة المباراة متوقعة يلعب بنية مع ساديو ماني وفي خطأ على جهة اليسرى يوسف وإسماعيل
والتغطية الدفاعية. والله يا سفيان ما زالت الكرة سنغالية وراحت للتماس. انجاي الكرة السنغالية محاولة المرور. خطيرة يا راو. عدلان قديورة بالرأس يخرج الكرة هذه مرة ثانية وعن طلب والتغطية من رامي. رايا رامي ضربة مرمى يقول الحكم طبعا في هذه المباراة بعيدا لحية نيونغ. التغطية من جمال بالعمري وصلت لنيونغ. يوسف بليلي ما زالت الكرة السنغالية وصلت لنباي لنيونغ. أول تسديدة صاروخية على مرمى الحارس رايس وابن بولحي من هذه الكرة السنغالية. يا 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 مرة سلامات خليه له مترا يصنع الفارق. يا دايرين بيه صار يمر وخطا يقول حكم المباراة لصالح اسمع قصمة على الجهة اليمنى. قصمة عدي بالعمري التوزيع خطيرة بينية ايجابي بالمفهوم الفني. كرة سنغالية باينيونغ بالتالي مرة والكرة خطيرة تلعب بدفاعية وعد لياد وخطا. الكرة في المخالفة صعبة كثير للسنغال والدفاع يخرجها. تقدير حكم المباراة قال ضدك يا يوسف العب وجمال ويتفوق جمال يقاوم مازال ورامي بنسى وفي الحرارة الكرة البينية رامي بن سبعيني في التغطية وجمال بالعمري يرسل الكرة بعيدة من عدلان وانطلاقة سنغالية وكرة خطيرة والبينية والتوغل والخطورة با وزفان يخرج ركنية يا رامي يا بن سبعيني يا بني يا رامي يا بن سبعيني الله يرحم والديك يا رامي. العب الكرة وانسى اللاعبين. انا عارف بانك انت تعرف اسماعيل صار وتريد ان تقول بانه يحاول ان يتحايل على حكم المباراة. حتى ولو تحايل يا رامي انت لست حكم وما زال مرت سلامات ركنية أخرى مرت سلامات في لحظات معينة. بغداد يلعب مع يوسف راح رياض يوسف وبغداد والحكم صفر. يمكن الحديث عن أداء الجزائري سواء فردي أو جماعي. المهاجم يانغ حذري يا جمال. تغطية دفاعية عن طريق لامين قصمة من أمام إسماعيل بن ناصر وفي خطأ بعيدة بحتا عن رياض ولكن لا رياض ولا جمال ولا بغداد ولا سليمان ولا جعفر ولا هاي الكرة اللي لعبوها هاي الكرة يوسف يلعبها لإسماعيل بن ناصر والحكم يقول ضربة مرمى اعتبرها كتف لكتف بين إسماعيل بن ناصر والمدافع. وصلت لبغداد تسقط إسماعيل بغداد وفي خطأ يقول حكم المباراة. لا توصل رياض على الجهة اليمنى رياض في المداوغة رياض مع رامي قصمة ورامي يرجع للخلف لإسماعيل صر ورئيس تقول هاي كرة تقول يا يوسف رياض والدفاع صديو رحماني راح صديو يلعب لصر نيونغ وجغداد يلعب لرياض وصلت لسفيان سفيان لرياض يا عيسى عيسى وصديو الكرة في التماس بعيدة يا رامي راحت سهلة لي رئيس عنده الكرة رجع للخلف سنغالية الكرة ورياض يدي الكرة في الآن للأمام في اتجاه الرؤوس كرة رايس هايفات وسلامات راحت ضربة مرمى يقول حكم المباراة. يا له من حراك ويا له من صراع ويا له من شد ومد ويا له من دفع واندفاع ويا لها من مجهود بدني. صاديو ماني ولا يلعب من دون حذاء جمال من دون حذاء الكرة تروح لصبالي محاصر وخطا يقول الحكم جمال بن عمري. شوف هنا الكرة حذري من الكرة هذه خطيرة بين أحضان الحارس رئيس كير بنيت يعتاد هذا 20 سنة يلعب في بروج مباراته التاسعة مع منتخب بلاده بروج البلجيكي. يا جمال كرة صعبة للسنغال ورياض ماذا هنالك ضرب الجزاء للسنغال يقول حكم المباراة قريب من شوف يده حطها وراءه في المرة الأولى. دير حكم المباراة لما التقنيين في الفار وجدوا صعوبة في الحكم. يا سيد الحكم ما راحش يصفرها لعب راح سفيان غطى كورتو سفيان مازال سفيان في بلايدي كرة في العمق حذري بابا 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 بابا
راحت سلامات هذه الكرة. مش متعودين نخليو فراغات مثل هذه يخرج لنا ماينيونغ. مش متعودين. شوف وين خرج لك يا جمال ويا عيسى يمندي نيونغ. وبعيدة بعيدة من نيونغ. كرة كانت رائعة من لامين قصمة في القائمة. مرة ثانية تبقى السنغالية رجعت للخلف. تسديدة ولنا رايس يا رايس يا رايس يا رايس يا رايس يخرج على الركنية كرة صبالي. ويا يا 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 ساديو يلعب مرة ثانية صيفاتو من هنالك رياض يبحث عن الرؤوس. رياض جول ولا لا؟ يوسف مازال عنده الكرة. يوسف يدخل. يوسف يمر. يوسف وتوزيعه. با 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 ركنية أخرى. يوسف مرة أخرى وركنية أخرى. هاي يا 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 قال ساديو ماني عيسى ولا لا؟